يعطيكم العافية حبايبي. بعتذر هسه صاحي شوي تعبان لسه، لكن صراحة لما شفت الأعمال المشاركة بالتحدي احنا وصلنا 19، فرق شاسع صراحة، شيء جميل جدا وممتع للعين. ففورا قمت بدي أحاول أسجل فيديو ونزله بسرعة وقت، فسامحوني إذا اليوم نزلت فيديوهين طوال شوي يعني، بس صراحة النتائج جميلة جدا. بدون أي تأخير خلينا نبلش مباشرة. عندك الصور على السريع راح أحكي عنهم، بس في شغلة صحيح بدي أشرح عنها قبل ما أحكي عن هاي الصور، اللي هو مصطلحين كنا نحكيهم كثير على الفيديوهات. الصورة تكون متوازنة، توازن متماثل أو لا، إيش يعني؟ خلينا نبلش إنه التحدي هذا مطلوب من المشاركين أنهم يصوروا دائرة ومستطيل ثلاث نقاط وخطين، تمام؟ طيب، فأول إشي بدك تعمله بدك تدور على هاي العناصر، هاي واحد خط ثاني لون أزرق مثلاً، هاي اثنين وثلاث نقاط، نقطة نقطتين ثلاث، تمام؟ بدنا نبلش نوزعهم. فأول إشي بدي تحطوه في بالكو إنه خلينا نبلش بالدائرة مثلاً، هيك نبلش بمكان عشوائي جداً إلها بالإطار. فإذا أنا بدي أخلي هاي الدائرة، خلينا نشوف، بدي أخلي هاي الدائرة هون مثلاً بالفريم، بنص الفريم اللي على اليمين، ونلغي البقية. الفكرة إنه وزن الصورة تقريباً يعني لو طلعنا الخطوط، ولو طلعنا الخطوط وزنها مهمل تقريبا، لكن لو طلعنا المستطيل من الإطار تقريبا زيك، أوكي؟ الثلاث نقاط وزنها ضعيف جدا. ففكرتنا لما نحكي إن الصورة مش متوازنة أو كلها رايحة لليمين، معناته لو نتخيل في خط قاسم الصورة من النص، أوكي؟ بدنا نوازنها يمين بيسار، فالجهة اليمين فيها كتل أثقل بكثير من الجهة اليسار. فكيف ممكن نوازنها؟ عن طريق إنه أنا أجيب هذا العنصر المستطيل وخليه على هاي الجهة، تمام؟ هذا بنسميه توازن بالصورة، هيك صارت متوازن لأنهم نفس الحجم تقريبا ونفس اللون، فهيك اليمين واليسار صار متوازن بالصورة، لكن على اليمين صار أثقل شوي بسبب هاي الثلاث نقاط. بدنا ننتبه الثلاث نقاط لهم دور. طيب يا ليه بديش أحركهم، عاجبني مكانهم الثلاث نقاط، شو ممكن أعمل؟ ممكن تعمل حركة إنه المستطيل لو زحناه شوي لهناك، سوري أنا عندي أخذ الخلفية هون، لو زحناه شوي لهون هيك بزيد وزنه لهذيك الجهة. انت تخيل عندك صحن بدك توازن عليه الصورة، الاشي اللي بيكون على الطرف وزنه أثقل بكثير من لما يكون قريب من النص، تمام؟ فكل ما زحته على الطرف أبعد بزيد وزن الصورة اليسار مثلا. فهيك ممكن نحكي انه المسافة هنا، تمام، أكبر من هاي المسافة، فالوزن هنا صار أثقل شوي على الصورة ككل. هلا وين بتصير التحديات؟ هذا الحكي سهل، لكن أنت عرض الواقع ما رح تلاقي مستطيل نفس شكل الدائرة، فمرات رح تلاقي مستطيل كثير كبير. كيف بدك تعمل؟ زي هيك، تمام؟ أو مستطيل كثير صغير كمان، شو بدك تعمل؟ بدك تفكر فيها، بدك توزع العناصر، بدك تحط الخطوط بشكل معين، زي ما شفنا بالتحدي الماضي مثلا، لما تجيب أي خط، تمام، وتميله زي هيك وتخلي عليه الدائرة هون، بتعطيها حركة لاتجاه معين من الفريم زي هيك، خلينا نقصها، بتبين صحيح انه الدائرة على اليمين، لكن اتجاه حركتها هيك بتحسها بدها توقع لهناك. فهيك تقريبا لو لغينا كل اشي ثاني، الدائرة مع انها على اليسار وازنت، اوكي، الجهة اليسار، لأنه كل الصورة راح تروح لهون واقعة مع الدائرة. فتخيل لو دعمناها بهذا المستطيل كمان زي هيك، وقعناها لتحت، بس وين المشكلة؟ بيصفي عنا فوق كثير فاضي. ممكن نضيف الثلاث نقاط، هاي بدنا نحركهم، ممكن نضيفهم تقريبا زي هيك، بس بدنا هيك صار في وزن كثير على اليسار. ممكن لو ضفنا هذا الخط اللون سكني وميناه، خليه يوقع لهذيك الجهة زي هيك. انتوا فاهمين شو بصير؟ ليش الموضوع صعب؟ لأنه خلص بدك تفكر بكل عنصر انت عم بتضيفه على الصورة، الخطوط، النقاط، الدائرة، كله له وزنه. يعني مثلا لو هذا المستطيل مش لونه أحمر، نعتبر انه لونه أسود، طلع شو راح يصير،
خليني بس افرجيك، راح صفي وزنه معدوم كثير خفيف طلع، لانه الخلفيه سوداء فاللون الاحمر كثير كثير قوي، فوزنه كثير قوي. اوكي، فهاي اللي بدي ابلش احلل لكم اياه، انه الصوره لما احكي لك الوزن على اليمين كثير ثقيل بيكون بسبب هاي الشغلات. كيف ممكن نوازنه؟ ضيف عناصر على اليسار. كمان شغله بدي احكي عنها اللي هي لما يكون عندك، راح احكي عن إشي اسمه توازن متماثل. ايش يعني؟ نفترض انك حاط الطابه بالنص والمستطيل بالنص والخطوط كلها بالنص والنقاط موزعه كمان بالتساوي، هذا بنسميه توازن متماثل، انه الجهه اليمين نسخه عن الجهه اليسار. هل هذا احنا بنستخدمه؟ هو مريح للعين، لكن خلص العين بتركز بس على النص، ما في حركه بالاطار، ما في تحدي، ما في رحله، ما بتقدر تدور بالفريم كثير، خلص تطلع عليه بنسميه بالانجليزي سيمتريكال، متماثل، ما فيه بحث كثير. فمشان هيك نصحنا المشاركين انه تبعدوا عن هذا التوازن، لانه نوعا ما ممل، مش حركة زي هاي مثلا، هاي مش متماثلة. تمام؟ بناء على اللي حكيته خلينا نكمل هسا، بس بدي احكي عن توازن، لانه في عندك توازن عمودي، فاحنا نحكي عن التوازن يمين بيسار بس. اوكي، خلينا نبلش نقسم الصورة نصين، نبلش نحللها زي هيك تقريبا، هاي النص هنا، عم بحاول اتخيل انا وين النص. تمام، والله قريب منه انا جبته. طيب نبلش اول اشي باكبر عنصر انا شايفه الواضح، اللي هو الدائرة اللون ابيض، فهي شوي رايحة ليمين المشهد، الدائرة مش بالنص. اوكي، فوزن الصورة خلينا نبلش فيهم واحدة واحدة. وزن الصورة على اليمين، هاي بدي اضيف مثلا نص الدائرة، لانه نعتبرها 10 كيلو، في 6 كيلو هون وفي 4 كيلو هون مثلا، نعتبرها ميزة. تمام؟ بعدين عندك العيدان كثير خفيفة فوزنها شبه مهمل. العيدان صراحة ما بنستخدمها مشان تعطي وزن ثقيل بالصورة، مرات بنستخدمها مشان تأشر على شيء. فتقريبا العيدان وزنهم هون يساوي وزنهم هون، فراح ألغيها، يعني ما راح أكتبها على الميزان. هلا هذا المستطيل الأصفر كثير ثقيل وواضح، فهون مثلا كل الجهة اليمين عليها مثلا 4 كيلو زيادة. تمام، هاي الجهة بطلت ثقيلة، صارت الصورة كلها رايحة لليمين مثلا، فعوضناها بنقطتين، مع انه هذول دوائر مش نقطة، النقطة بتكون اصغر من الخط حبايبي. تمام، فهذول لهم وزن، فممكن نحكي انه وزن كل واحدة كيلو، هي صاروا 2 كيلو هون، لكن في واحدة كيلو هون مثلا. عرفتوا شو اللي عم بفكر فيه؟ حرفيا احنا بنحول الصورة لميزان. فعندي مشكلة بهاي الصورة، انه الوزن اللي على اليمين صار اثقل بكثير من اللي على اليسار. تمام، هلا المستطيل من جهته اللي هون وجهته اللي هون متوازن على اليمين وعلى اليسار، فلغيته، فيش داعي نحسبه. عندك خطين هون على هاي الجهة، فأعطوا نحكي وزن زيادة شوي هون، وزن زيادة نحكي هيك كيلو، خلينا نحسب بالوزن. لكن هاي الطابة الحمراء لونها أحمر لكثير ثقيلة، يعني لو وزنها 2 كيلو مع اللون الأحمر صارت 3 كيلو، لأنه وزنها كثير ثقيل. فالجهة رايحة للصورة رايحة ميزانها لجهة اليسار أكثر بكثير من اللي هون. فلو كانوا الثلاث نقاط، هات نقولهم الثلاث نقاط على هذيك الجهة، ممكن نعادلهم شوي. أوكي، زي هيك خليهم يوقعوا مثلا، هذول النقاط تقريبا أصغر من الخط. أوكي، وازناها تقريبا هون مع الخطين مع الدائرة، لأنه على الجهة اليسار لاحظوا ما في عندنا غير الخطين الصغار اللي هون والدائرة. هلا في أنواع توازن مش ضروري تكون مقسومة من النص، في عندك أنواع توازن اللي هو مثلا الإشعاع الراديال، اللي هو بتكون كل العناصر موجودة هيك على شكل إشعاع، بتكون مكررة على شكل دائري. في كثير توزيعات بالصورة، منها حرف L، هذا يعني ماشي تقريبا على التوزيع اللي هو حرف L. ما بدي اعقد كثير، ما راح نحكي عنهم، بس هيك بدي اذكرها وحاولوا تدوروا عليهم. لكن انا بس بدي التزم بالتوزيع او التوازن اللي على اليمين وعلى اليسار. واضح فورا من قبل ما اكمل، اتوقع بالنسبه لكم فاهمين شو عم بيصير. هون في عندنا كتله بيضه كثير على اليمين، ثلاث نقاط صغار هون، دائره خفيفه وزنها لانه لونها والخلفيه واحد،
حتى لو انها على خط مايل وحركتها لهون، لكن كثير خفيفة لونها سكني، فالصورة كلها واقعة لهون، واصلا هذا المستطيل عنبوق على هاي الجهة، فكثير ثقيلة هون الصورة. طب شو ممكن نعمل؟ لو قصينا هاي الدائرة لو كانت اكبر، استنوا اشوف ايش ممكن نعمل. مثلا كبرناها، اوكي، خليناها لهون واعطيناها لون، هاي كلرايز، واعطيناها لون احمر. شوفوا شو فرقت هاي. خليني الغي اللي هون، فاللون الاحمر كثير ثقيل بتحرك لهون، هي وزنه اصلا كله على هاي الجهه مع حركته كثير ثقيل، تمام. لون احمر لا، خليني اخفف، كثير ثقيل صار، خليني اخفف شوي، تقريبا زي هيك. وبوازنه المستطيل الثقيل اكبر منه، مع انه لونه ابيض كمان، لكن عم بوق على هاي الجهه، تمام. فهمت شو اللي عملته هون؟ فهلا بتقدر تحلل الصوره وتبلش تقيس وزن، تمام. هون هذا التوزيع المتماثل، هي مبين التوازن المتماثل زي ما حكينا، هو خلص واضح يعني، انت عينك تعرف وين تطلع، بس بالنص يمين يسار. فهنا حلو، تعال الغازي شاركنا الفيديو، انه النص اليمين مماثل للنص اليسار، خلص ما في حركة بالفريم، بس شكل انه شخص عم بنط خطين مستطيل وثلاث نقاط، هون مبين انه ثمه يعني، بس ما في عليها ملاحظات وصحيحة، ما فيها خطأ، خلص متوازن الصورة يمينها ويسارها. هلا هون هاي بدها تحليل. طيب هات نقسمها قبل ما اكمل. واضح بالنسبة لكم وين الوزن الاثقل؟ هاي قبل ما احكي، عندك الطابة هاي ككل، هاي عندك هون 5 كيلو كلهم رايحين على جهة اليسار، هذا اولا. وعندك هون المستطيل لو نعتبر انه هو اخف من الطابة بما انه نفس اللون، هذا 4 كيلو. في عندك هون 2 كيلو رايحين لليمين و2 كيلو لليسار، اوكي. وعندك نقطة هون، هذول وزنهم بالجرامات مهمل صراحة، بيعملوا هيك اتجاه حركة، الأسهم عم بتأشر لهاي الجهة، فممكن يكون في وزن زيادة للصورة انه هون كيلو، بس مع هيك لساتها كثير ثقيلة على اليسار. فشو الحل؟ الحل انك تغير التنصيص، ممكن نبلشه من هون مثلا، بس هيك راح تنقص الصورة، بتخرب الإطار. بدنا نحرك الطابة، كيف ممكن نحركها؟ هلا هون ما بنحسب فيه دحرج للطابة، هاي الطريقة لما تكون العصاي مرة بالطابة هيك بتثبتها بمحلها، مش زي لما تكون الطابة هون بتحسها بدها توقع تتدحرج. هاي بدها إعادة ترتيب، لأنه ممكن نصغر الطابة، هات نجرب زي هيك، بس راح تخرب يعني. ممكن أحركها ونصغر وزن الطابة، نخليه لهاي الجهة زي هيك، يعني صغرتها قللت وزنها، صارت 4 كيلو مثلا، وخليت منها جزء، ايوه خليت الجزء منها لهون، وزحت وزن الصوره شوي لهون. هلا النقاط ما بدي اياهم، النقاط بدي ازيحها، هاي ما بدي اياها تضل هون، هاي خليها لهون عشان تعطي شويه وزن راحت الصوره. وهاي خلي النقاط تأشر عليها، ممكن تكون هون، تمام. هلا لو بدنا نرجع نحسب توازن الصورة مثلا، التوازن هون نحكي 2 كيلو 2 كيلو مثلا، هون عندك 3 كيلو، هون 1، هون 1 2 هاي 3، 3 2 هاي 5 مثلا. العصر اللي عم بتأشر لنقطة معينة بتعطي كيلو زيادة هون مثلا، هذا الجرام، يعني تقريبا هيك صارت متوازنة أكثر، لأنه الخطوط مهملة تقريبا وزنها، النقاط مهملة، بس إنه بتعطي تأشير إرشاد لمكان معين. أتوقع هيك وصلت فكرة التوازن أكثر، صح؟ لما حللتها بهاي الطريقة بالكيلو، والله مثال جيد إني أشرح عليه. هات نقسم هاي الصورة باللون الأزرق، مع إنه اللون الأزرق راح يخربها، بس يلا هات نجرب. نشوف وين اصلا ميزانها، هاي السنتر، يلا تمام نبلش حلل. يلا عندك اول اشي
نبلش بالعنصر الرئيسي الدائرة الحمراء تقريبا مش منصصة لا هي ولا المستطيل، في عندك زيادة على الجهة اليمين أكثر شوي، وعندك كتل بصرية على اليمين كمان أكثر. هلأ صحيح أنهم على اليمين لكن بما أنهم عم بتدحرجوا رح يوقعوا على هاي الجهة فوزنهم خفيف فعادلوا بعض، لكن بس بدك تنصص الصورة يعني ممكن نمحي هاي الجزء اللي هون هاد كثير لأنه هون هنجرب نمحي ونشوف هلا وين نص الصورة صار. هاي نص صار الطابع ممكن يعني هيك بتتوازن. صار في عنا صحيح في عنا ثلاث كتل صغار هون لكن عم بتدحرجوا لهاي الجهة مع انهم هون دوائر مش نقاط. انتبهوا يا حبايبي النقطة ما في نقطة اكبر من الخط يعني بدهم يكونوا اصغر. اوكي نقاط حمر كمان المستطيل لاغي وزنه بما انه بالنص والدائرة، وهذا الخط بما انه واقع لهاي الجهة ممكن يعطي شوية وزن لهون بس لكن جميلة. اوه بلش يصعب الموضوع. اوكي هات اكسم وين النص تاعها، هي هون اكسم يلا روح وازن هات خلينا نشوف هون. اوف بلش حلل نحكي هاي الدائرة بما انه لون خلينا نحكي وزنها مثلا 4 كيلو. اوكي هلا في عندك هاي الجهة اكثر تقريبا كيلو ونص مثلا على هاي الجهة من الميزان، هون عندك 2.5. اوكي هلا نقارنها بالمستطيل قد ايه بده يكون وزنه بالنسبة للدائرة، بما انه اصغر حجم فهو بده يكون 3 كيلو، ولون ازرق اخف من الاحمر فبده يكون 2.5 كيلو مثلا، فهون عندنا على الصورة 2.5 كيلو هون. اوكي الالوان لها وزن، بما انه لا المستطيل مايل ولا الدائرة على خط منحني ما في عندنا اتجاه حركة نحسب وزنه. الثلاث نقاط مهملة جدا ما إلها اي وزن. ما مش متوازن لسه، خلينا نحسب عندنا 1.5 كيلو زيادة هون، كيف بدنا نعادلهم؟ طلع شو ممكن نعمل، بدنا نعمل حركة هات نضيفها زي هيك او بدناش تخرب على الطابة ثواني هيك سوري شو بدي اعمل، بدي اعطيها حركة اتجاه عن طريق انه اميل الطابة تمام، فبدي اخلي العصاية هاي تحت الطابة بشكل مايل زي هيك، وهيك رح نعطي حركة للطابة بدها توقع على هاي الجهة وتوازن. هات خلينا نشوف ليش. يلا عبي تقريبا تمام، فهيك صارت رح توقع لهون الطابة اعطت وزن وحركة للمشهد لهذيك الجهة. وممكن لو هذا الخط كمان كان هون ممكن لانه وزنه مهمل خفيف بس حلو يكون لهاي الجهة تمام، او ممكن نحرك المستطيل كله نخليه لهاي الجهة كمان بزبط، بس انا حاب هيك نعمل حركة بالمشهد اكثر. عجبني موضوع استخدم الكيلوغرام او الاوزان حتى اوصل الفكرة. يلا نبلش حللوا انتو من عندكم على السريع، بس بدي اتأكد عم بصور هون. والله مستمتع ثلث ساعة لساتنا على التحدي الثامن ولا اشي، انا صراحة مستمتع. هلأ خلص بدي امشي اسرع، الفكرة وصلتكم تقريبا تمام. خط هون بصراحة حاسة كثير هيك مضغوطة الصورة بدها تتنفس، الاشياء كلها ملزقة في بعض، الكتلة الدائرة اللي هون الكبير المستطيل هذا ما بتدحرج بما انه داخل بالمستطيل صاروا شكل واحد فهو ثابت مكانه ما في حركة لهون الا اذا كان بلمس يعني مبين انه رح يتدحرج، انا هيك شايف تمام. الثلاث نقاط تقريبا لا حرام صار في عنا وزن كثير كله على اليسار مع الثلاث نقاط لو ضفناهم هون. اوكي مشان نعادل الدائرة حرام مسكينة كثير لحالها او نقطتين على الاقل لانه هون كثير ثقيل صار على اليسار. نشوف هون جميل خطين غريبة الدائرة على الحفة لا هي بدها توقع هون ولا هون اوكي
الخط الأسود شبه ملغي هون، ما إله وزن، لكن هون إله وزن. غريب، جميلة بس غريبة. هون كمان يا أخي اللوحات رهيبة جدا. طلع هاي يبي، هاي لو بدي أقعد أحسب فيها وزنها هالساعات على السريع أطلع عليها بدون ميزانية اليوم. على اليمين أثقل، نشوف على اليمين الطابة تحت، المستطيل هون، نقاط الخطوط مهملة ما بتأشر لأشي فما إلها وزن. لا تقريبا ممكن نحكي متوازن، إذا نص المستطيل تقريبا تمشي. الخطوط مهملة، النقاط مهملة، وزنها حتى لو لونها أحمر خفيفة جدا بتضل. والدائرة هون على اليمين، المستطيل واقع جميل. أنا أصلا أتوقع كلكم هلا رح ترجعوا على الصور تحللوها بهاي الطريقة. حلو، الخط اللي فوق وزنه متماثل على الجهتين، ملغي ما إله داعي، مش ما إله داعي سوري، ما إله وزن. المستطيل مائل لكن في عنا وزن كثير هون، حتى لو دائرة بيضة بس بما أنها لهذيك الجهة وعندك خط لهاي الجهة فالصورة مش متوازنة 100%. ناقصها عنصر هون صراحة، ناقصها خيط هون. لو الخيط هذا اللي فوق لغيته خليته هون، لا ما بزبط هيك الصورة فاضية من فوق صح. طيب ايش ممكن نعمل لو خلينا الثلاث نقاط هون؟ لو خليناهم لهون احسن شوي، او انهم يكونوا موجودين بهاي الجهة وبدو يوقعوا لهاي الجهة. تمام هون اوكي بسيطة جميلة، بس فراغ كثير كبير ما في داعي له. خلينا نستمتع بهاي الجمالية اللي هون. خلوا الصور بالطول حبايبي، ما في داعي للمربع، خليها زي هيك. يلا هاي شو إشارة قف بالانسد، يعني هاي متوازنة مش مراي نص يمين ويسار بما انه الخط مايل، بس متوازن كله بالنص، ما في حركة خلص، ما في عيني تبحث عن اشي يعني. جميلة مريحة للعين، هاي فكرة التوازن المتماثل، مريح للعين بس ما في حركة. اوه هات نحلل هاي، انتبهوا انه الظل هلا احنا الثري دي كيف بنميز الاشياء الثري دي بيكون لها ظلال، فالظل كمان بيعطي وزن. طيب واضح، قبل ما احكي وين رايح الصورة وزنها؟ كله لليسار كله. تمام الصورة اللي على اليمين فاضية، فكيف ممكن التوازن هذا يكون حرف L؟ اللي هي متوازنة. إذا بدي أقعد أشرح عن توازن حرف L قصة، يعني واحد من أنواع التوازن اللي هو إنه يكون في كتلة هيك على اليسار وكتلة تحت لهيك على اليمين، بعمل حرف L بالمشهد. لكن لو بدنا نحسبها من النص، لا وزن كثير ثقيل على هاي الجهة، فخلي الطابة هون مثلا، أو لا حرك ميل المستطيل لأنه الدائرة ثابتة محلها. الخطين وزنهم مهمل، الثلاث نقاط وزنهم مهمل، ضعيفات جدا، فممكن لو مالت، لو مالت ككل مالت زي هيك مع الدائرة عشان نعطي وزن لهاي الجهة من الصورة هون. اوكي هذا الخط نو هذا الخط فورا في اشي خاطئ هون، لامس للحفة ومقصوص فلا يفضل. نقاط وزنها مهمل، مع العصاي بصير لها وزن بما انه المستطيل كثير كبير وزنه اكبر من الدائرة فكل الصورة رايحة لليسار، لكن الثلاث نقاط اللي هون مع الخط شوي معطين وزن لليمين معوضين. هذا الخط لو اجا هون هيك احسن، ممكن هيك احسن، حرام لانه فوق ما له داعي. نشوف في هاي الصورة في نقطة هون، هاي النقاط نقطة هون نقطة هون نقطة هون، وزنهم مهمل. تمام عادة النقاط بنستخدمها مشان نوجه العين لنقطة معينة، بدنا العين تركز على هاي الجهة نعطيها وزن خفيف، زي البهارات بالصور التصوير الطعام مرات بنستخدم حبات الفلفل الكاملة مشان نعبي الفراغات البسيطة، فهي كمان واحدة من استخدامات النقاط. مش متوازن، في عنا وزن، الدائرة معلقة هيك ساحبة الشكل لهاي الجهة، حتى لو ساحبيته الوزن كله رايح لليسار. لو كانت الدائرة بالنص ممكن،
الوزن كله رايح لليسار، او لو خلينا المستطيل يبلش من هون وزنه كله يكون لليمين، مش نعطيه زيادة هون. وغير هيك عم بوقع تقريبا حركته، لانه الخطوط هون مهملة، انا مش شايف الصورة غير مستطيل ودائرة سوداء. تمام، هون غريب جميل، هاي الثلاث نقاط. اوكي تمام، طلع هاي الصورة انا شايفها متوازن صراحة. الدائرة كثير كبيرة، 5 كيلو على هاي الجهة وكيلو هون او 2 كيلو تقريبا، لانه مش من النص بالضبط، لكن راح تعطي حركة تقريبا عم توقع على هاي الجهة، فممكن انها توازن. الغير الطابة في عندك 3 نقاط هون كمان شوي اعط وزن لليمين، والخطوط تقريبا مهملة لانه وزنهم متساوي على الجهتين، هاي شوي مائلة بس ما بتعطي وزن لهون لانه ابيض ما إلها وزن. فانه الدائرة كبيرة جميل، وهي المستطيل وهي الخطوط. جميل جميل، بلشتوا تعملوا اشياء مختلفة. اوه حلو، لا هاي رايحة لليمين، انتبه، يعني اصلا المستطيل واقع لهاي الجهة والدائرة على هاي الجهة. تمام، فلو خليت الدائرة، جميل هي تكوينها، بس لو خليت الدائرة بمكان مختلف، خليها هون مثلا، لا هيك بصير توزيع متماثل. ايش ممكن نعمل حركة يليه؟ خليها على الراسية ممكن من فوق هيك، ونزيح المستطيل، استنى نزيح المستطيل هون، خلينا نزيح المستطيل كثير مثلا، والدائرة تكون عليه وبدها توقع لهاي الجهة. تمام، انا مبسوط، انا لانه متأكد زادت نسبة المشاركين اللي بلش يستوعبوا موضوع ميزان الصورة هون، مع انهم نقطة وخط، بدنا ننتبه نقطة وخط، لكن في تأشير خطوط ارشاد لإلهم عم بسحب الصورة لفوق، عم بيعطيها وزن لهذيك الجهة، مع انه وزنهم مهمل، لكن لما تدمجهم بهاي الطريقة عم بيعطوا وزن لهناك، بس مع هيك وزنهم كثير ضعيف بالنسبة ليسار الصورة، طلع كل اشي هيك رايح مكتل على اليسار. تمام، فلو كان المستطيل هون مثلا والدائرة لتحت، لانه كل وزن الصورة رايح لليسار حبايبي. جميل، اوكي متوازن، خط ملغي مع الثلاث نقاط، الدائرة اللي هون بتمشي. جميل، لو خلينا الثلاث نقاط هون بس هيك بتصير هاي الصورة فاضية ليه. ممكن لو عملنا من هذا الخط متعرج بنعطيه حركة أكثر. تمام، بعتذر على صوت الآلات اللي برا حبايبي، بس مضطر أخلص الفيديو على السريع. كل الكتلة على اليمين إيش فيه هون؟ اللون الأحمر ساحب الصورة، هاي هيك الصورة ولا إيش؟ مش فاهم، بس ثواني خليني أتأكد من شغلة، يعني هذا الفريم لحاله، لأنه هون في عندنا فريم أسود، في إشي هون مش فاهمه. دائرة، وين المستطيل؟ المستطيل الأبيض. طيب نعتبر إن لوحة فنية، إذا بتاخذها ككل مبين إنه الصورة وزن الصورة كله رايح لليمين، وهاي كلها الجهة مالهاش داعي. تمام، ف مش عارف هذا خطأ يعني ولا إيش، فهذا كله بدي أقصه لحاله. تمام، خلينا ناخذ هاي. تمام، عين، بس اذا بدنا نمشيها بهذا الشكل مش عارف في شيء، ليش هذا الاطار الاحمر هون كمان؟ يعني مش عارف لوين اقص، انا اقص كمان الاحمر ما بدنا اياه، نخلي بس من هون لهون، ما فهمتش. طيب العين، الثلاث نقاط لهون، اوكي لو خليناهم مايلين ممكن بس بيعملوا شكل، يعني بس في عندنا الثلاث نقاط معطين وزن شوي لليسار الصورة فقط، هاي مبينة زي عين. حلو، هون مع انهم 3 نقاط نقطة، لكن لانه لونها ابيض والباقي كله اسود، فهذول وزنهم تقريبا اكثر من الخط. عندك دائرة هون، خط ابيض، مش عارف الاشياء السوداء هيك، انت لغيت وزنها ولغيت حجمها، ما خليت التركيز هون على الثلاث نقاط اكثر اشي. غريب يعني، هون جد انا تركيز عيني عم بلف وبدور برجع على الثلاث نقاط، فوزنهم هون ماخذ الصورة كله.
دائرة بس سودة، خلفية سودة، وزنها مهمل تقريبا محاي بس الإطار. يعني أنا ما بعتبر إنه هاي دائرة سكني، أنا عم بعتبر إنه أنا في عندي دائرة خط أسود مع خط مستطيل أسود هون، عرفتوا كيف؟ لأنه اللي جوا مهمل مع الخلفية مش شايفه، مالوش وزن. والثلاث نقاط مش متوازن الصورة صراحة، بدأ إعادة ترتيب. يعني الدائرة هون تكون المستطيل مايل، بدأ إعادة ترتيب عناصر. غريب، ايش هاي؟ غريب. الخط هون كثير قوي، اللون الاصفر الخفيف. هات نحللها على السريع. اوكي، هلا ما في حركه، الدائره حاسها ستك معلقه هون، هي والمستطيل معلقين على بعض. نقطتين، نقطه هون، تقريبا الصوره متوازنه بشكل غريب، كمان متوازنه وجميل. خلي النقاط لتحت، بدنا نحسب موضوع الفراغات من هون وهون، وهاي النقطة بما انه هذا المثلث ممكن أشر للنقطة هون أحسن. غريب، جميل، بس بما انه الصورة فاضية بس انه ننقل النقطة هون تصير، والنقاط هاي تصير هون وهون. الموضوع أبدا مش سهل، بعرف أبدا مش سهل حبايبي. هون أوكي، غريب. أنا مبين إنه قلم، بدنا نبعد عنه، خليه بس خط دائرة مستطيل. زي ما حكيت، توزيع التوازن متماثل، ما في حركة كثير، ما في شيء أفسره غير إنه الصورة متوازنة، ومبشر عن النقاط اللي هون. تمام، متوازن الصورة وثابتة، ما فيها إشي ثاني. هون هلا الصحن والمستطيل ملغي وزنهم، إنه يمين بيسار لأنه خلص موجود بالضبط. عنا نقطتين هون مثبتات على عصاي، ونقطة هون، يعني الجهة اليمين أثقل بعشر جرام، بس حلو، حركة هيك شوي مختلف، جميل. حتى ممكن نحكي إنه لا، موازن اللي هون، عصايتين هون حجمهم أكبر من اللي هون، طلعوا هاي المنطقة فاضية، فوازنوا العصايتين، العصاي الزيادة، الحجم الزيادة من هون وازنته بالنقطة اللي هون. جميل جميل، هاي غريبة. هاي جميلة بشكل غريب. هاي متوازن غير متماثل، لأنه يعني ما في عود ثاني على هاي الجهة بالضبط. غريبة هاي، بس كله مكتل جوا، نقطة بالنص، ما في عليها تعليق، ما فيها حركة يعني. جميل، بس لو خلينا هاي العود لفوق لتحت وزعنا بالصورة أكثر، لأنه فاضي. يعني أنا بحكي ككتلة كاملة بالصورة، هاي المنطقة فاضية وهاي منطقة فاضية، خلينا نستغلهم هون. أوكي، نبلش نوازن. عندك دائرة زرقة كثير كبيرة على اليمين، وزن الصورة كله على اليمين، مش متوازن الصورة. بدأ إعادة ترتيب عناصر، خلي المستطيل هون أكثر وزنه. ثلاث نقاط هون أوكي ممكن يساعده، بس بما انه المستطيل لا، خليه مايل هيك مشان يوقع لهاي الجهة ويعطي وزن لهاي الجهة، حتى نقدر نوازن الدائرة اللي هون. ولو صغرناها لانه لونها كمان بيأثر شوي هون. غريبة بس مختلفة جدا عن البقية. هاي لا سوهاي بتوقع. تمام، بس صراحة مش حاسة بقوة البقية. الأشكال بدك تدور أكثر. أنا أتوقع المشكلة هون بالمصاصة صراحة، مش عارف شكلهم مع لونهم، بدك عناصر ثانية. مشكلتك بالعناصر، هذول العناصر مش حلوين للتصوير. قف، مين اللي عمل هاي الصورة؟ غريبة صراحة، لأنه إحنا طالعين من السوبريماتيزم تماما، ما في داعي للكلام. السوبريماتيزم ما فيه رسالة، وفقط صورة جميلة، فقط شكل هندسي جميل من حل الأوزان، فما في داعي يكون في إشارة مرور أو شكل وجه أو كذا، ما في داعي. وهاي هي صعوبته، لأنه إحنا خلص صرنا متعودين نعمل فكرة ونتعب على الرسالة وكذا، فمش قادرين نطلع صورة فقط أشكال هندسية. ليش هيك ضرب هذا بالكامل؟ ما علينا، فلا ما لها داعي كلمة قف، وبدها توزيع عناصر مختلف. الدائرة اللي هون يعني إذا بدلغي كلمة قف،
فاهم إشارة مرور بس ما في داعي، إحنا بس بدنا أشكال هيك، بس أشكال هندسية. لاحظ ما في فكرة، ما في رسالة، فقط أشكال هندسية وعم تحسب أرقام ووزن بس. إيش هاي؟ ما شاء الله الإحساس الإبداعي عندكم صراحة متوازن بشكل غريب. كمان الدائرة هون مع الطابتين اللي بدهم يوقعوا، المستطيل كثير ثقيل تحت ووزنه يعني رايح كيلو هون 3 كيلو هون، هاي نعتبر الطابة وزنها 2 كيلو نقطة، مع الكيرف مع الخط أوزانهم مهملة. جميل وغريب، جميل الصراحة. هون نفس الاشي، هلا هاي مهملة بس الظل بنحسب، هاي الدائرة ايش هاي، عدسة قزازة. اوكي كيف يعني تطلعوا النقاط وزنهم اكثر من المستطيل اللي هون، خط واحد هون مع دائرة جميلة بس كثير بالنص، وزعوا العناصر خليها هون، وزع النقطة هون، واحدة هون واحدة هون، لانه فاضي الفريم هذا، فاضي من هون وفاضي من هون ومن هون. اوكي هون لا اقلبوها على ظهرها، بدنا الجهة اللي ما عليها تكستشر اذا تبين كاميرا. اوكي بس متوازن، ممكن نحكي 3 نقاط اللي هون على شبه الدائرة مع الخطين بس ما في داعي للوجو، بدناش كلمات حبايبي. يعني اطلع على ستايل البقية، شوف الفرق، اطلع على الصور بشكل عام مثلا، بس هاي ما فيها حركة خلص، النص اليمين مماثل للنص اليسار سيمتريكال فما في حركة. جربوا هيك، استنوا للتحدي الجاي، انا هيك خلصت بس ثواني، جربوا للتحدي الجاي انه لما يكون عندك عناصر حطها بشكل غير متزن، مش بالنص، ابعد، عندك دائرة حطها على الطرف بعدين بلش وازن، بما أنا على الطرف ممكن أوازنها بمستطيل من هون، أو المستطيل كثير ثقيل صار على هاي الجهة، فممكن أضيف نقطة نقطتين ثلاثة، طيب ظل عندي خطين ممكن أحطهم، بحطهم بشكل مائي، تمام؟ فبلشوا بغير المنتصف، تمام يا حبايبي؟ أنا صراحة مستمتع بالفيديو وطريقة الشرح، أتوقع هيك وصلت لكم الفكرة بشكل أفضل. إيش يعني صورة متوازنة؟ حرف من اسمها ميزان. طيب بالنسبة للتحدي القادم اللي هو المفروض كمان 4 ساعات تكونوا مجهزين وحبايبي، تحدي رقم 19، مطلوب منك شكل غير منتظم مع خطوط ونقاط. إيش يعني شكل غير منتظم؟ أي شكل غير منتظم ما إله، خلص هيك شكل غير منتظم، لا يعتبر زوايا حادة أو شكل هندسي، لا دائرة ولا مستطيل ولا كذا، خلص شكل، تمام؟ يعني مثلا هاي دائرة، سوري هذا مربع، هاي لا تعتبر شكل منتظم تقريبا، غريب إلها كيرف، لا تعتبر حتى دائرة. فالأشكال الغير منتظمة ممكن تلاقوها بأشياء غير مصنعة، أشكال عضوية، شرايط، ما تعملوا بالكراتين يا حبايبي. ممكن أي إشي لما تطعجه ممكن بصفي شكله غير منتظم، معاك عدد لا نهائي من الخطوط والنقاط، ما تفكر انه انت تنبسط انه ها فيش عدد معين، هيك انت راح تلخم بزيادة، تمام؟ فالموضوع هون صعب. الشغلة الثانية اللي بدي اطلبها، خلينا نبعد عن موضوع ترتيب العناصر شوي شوي، لانه التحدي 20 الموضوع راح يصير اصعب حبايبي. بدي تحاولوا انه تدوروا على مكان عندكم بالبيت زاوية معينة وتصوروها، حتى المصممات في ندى ولما بدكم تدوروا على زاوية بالبيت وتصوروها بتليفوناتكم، تشوفوا شكل الظلال، شكل غير منتظم مع الخطوط، يعني بتبلشوا تدوروا بالمحيط حواليكم مش تصمموا على الطاولة، تمام يا حبايبي؟ تذكروا دائما انه كل شخص فيكم مبدع، فنانين، كل واحد بأسلوبه الخاص. يعطيكم العافية، بشوفكم بالفيديو القادم كمان 4 ساعات ان شاء الله، مع السلامة. رهيب رهيب رهيب، وضعك رهيب رهيب.